بكل صراحه، خصوصا بعد المباريات بجوج اللي ادينا لا في اكادير ولا في السويس تما في مصر، باعتراف ديال محللين تقنيين مصريين وحتى اللاعبين ديال الزمالك اللي اعترفوا بالقوه ديال اللاعبين حزنة اكادير. لكن للاسف التاريخ ما تحتفظش بطريقه الاداء وبالكره الجميله اكثر ما تحتفظ بنتيجه. تقصينا اقصى امر بقرار تحكيمي ولو ان جانا الفرص، ولكن كان هدف ما حسبوش الحكم. تتاسف بكل صراحه بان جمعيه الحسنيه فرحانه وفتخره باللاعبين ديالها، لكن احنا بكل صراحه ما فرحانينش، لان بان باننا كنستاهلوا اننا نشوفوا بعد نقطه ممكنه. نتمنى التجربه هذه ديال 14 مباراه قاريه تفيد المسؤولين واللاعبين والطاقم التقني حسنيه اكادير فما تبقى من مباريات الدوري المحلي. نتقاتلوا ان شاء الله باش نجيبوا واحد المشاركه قاريه الموسم المقبل، وان شاء الله الخير القدام. حنا متفائلين، اللي نتمناه هو ما تاثرش علينا ان شاء الله محليا وتكون دافع ايجابي بالنسبه لنا، لان بينا بان بكل صراحه حسنيه اكادير عطى واحد الصوره جميله على كره القدم السويسيه قاريه.